صباح الخير، صباح النور، صباح الياسمين والراحة والهناء وصباح الشفاء، الشفاء الشفي الشفاء للمرضى بكل، ماشي غير بالمرض بهذا الوباء وجميع المرضى. والله يرحم الموتى اللي ماتوا في العام تاع السنة، يعني الله يرحمهم ويوسع عليهم يا ربي يا ربي. المهم انا البارح قعدت شويه في اليوتيوب نشوف، شفت بلوزيغ فيديو نتاع ليسانج، شفت دي فيديو تاع ليسانج اللي نقول لهم الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم ويهدينا معاكم طبعا، بصح حوايج يعني نضحك فيهم وحوايج والله العظيم بقيت حايرة فيهم، وحايرة ومديرة يعني محيرة محيرة صح. شوفوا هادو ليسانج، ليسانج نساو تاريخهم، يعني شعب دي نساو قاعد يتناسى في تاريخ، يتناسى في تاريخهم، هو تاريخ صغير بصح يعني فريمون زادو ما حافظوش عليه، عادوا يعني غير يعرفوا غير اخبارنا والتطورات تاعنا اللي في الجزائر، المهم يتبعونا غير حنا ساي ينساو لك انا راهم عايشين في الزريبه. والله نساو بالكم، يتبعوا شوفوا الضو تاعنا، الماء تاعنا، الشمس تاعنا، الريح، بغانشين بغانشين علينا. يعني بصح انا اليوم حبيت نرد على هذاك كيف يقولوا له واحد الاعلامي مغربي كيف فريمون اهان 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 الجزائر والجزائريين، ماشي هذاك جيو استراتيجيه وجيو بوليتيك وجيو هك وجي خاطي، هذاك هذاك صاي لي زارشيف بور مو. نهضر على الاخر اللي زاد خرج هذاك يقولوا له دوك حمد ولا دوك هكا حاجه كيما هكا اعلامي، المهم فمو نعطل هو. المهم حبيت نقول له قبل ما تهيجوا هاد الهيجان على جلب اون بوبي في لا تيليفزيون في حصه نتاع ضحك، هذا ما كان حيرتكم في الجزائر بينما ما حيرتكمش في الدول الاخرى، العجائب والفضائح على الملك تاعكم، عجائب وفضائح كبيرة 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 على المغرب وعلى المروك وعلى الملك تاعكم هذاك اللي نتوما مقدسينه، وهو إلي نول إلي نول بور موا، وانتوما اللي وصلتونا باه نقولوا عليه هكذا، على بالكم عليه بوندون بريسك 50 طون ولا 60 طون، وانتوما تنبحوا على الجزائر، تسبونا سبوا الرؤساء تاعنا، وصلتوا حتى العلم فوق السفارة حركتوه، ما دارهاش الجزائري السفارة تاعكم، ما دارها لكمش، نتوما حركتوا العلم تاعنا، تشوهوا عندكم وش يقولوا دي جروب دي جروب، تشوهوا الجزائر وسمعة الجزائر والشعب الجزائري، وتقلبوا التاريخ وتقلبوا التاريخ، واني قلت لكم تنسبوا في شخصيات جزائرية للتاريخ تاعكم، اخترتوما فقراء التاريخ، فقراء التاريخ. نقول لكم يعني حاجه، ما شفتوش هذوك لي توريست اللي عندكم اللي يربطوا الاعلام تاعكم ويشطحوا به ويربطوه ويحطوه في مناطق فريمون دنيئه جدا جدا جدا، يعني فريمون يبين لكم باللي العالم تاعكم ما عندوش قيمه، حنا كجزائريين ما قبلناهاش وعلقنا ورفضنا هذا المنظر هذا اللي في بلادكم توما، وما نطقتوش وما هدرتوش لا كاعلاميين لا والو والو، سادين فمكم. الرؤساء تاعنا تعوجوا لهم وديروا لهم دي فيديو والاخبار تاعكم الكاذبه وهذيك، وحنا ما هضرناش عليها خاطرش حنايا اوني الفوق 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 الفوق، عارفين واش معناتها الاعلام وعارفين حريه الاعلام، ما يعلقوش في الجزائر على الامور هذه، اي سون غران اي سون فور، بينما انتوما راكم اللوط 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 اللوط. انا نحترم الشعب اللي يدافع على روحه كشعب، انتوما في الهاويه وفي الحضيض والملك تاعكم والنظام المخزني مكرازي الشعب،
يطحن فيه مطحون، عايشين مطحونين. وانتوما كبشر ما عندكمش كرامه على روحكم. عاش الملك، عاش الملك مش من قلبكم مامبا كخوف. احنا لا علاقه لنا بالشعب هذا اللي يخاف من الحشرات، ما عندناش علاقه. الشعب الجزائري كي يخرج يطالب في حقوقه، وانتوما تخرجوا تطبلوا وتزمروا للامير، وانتوما راكم جوعا فقرا ضعفا مهزله، لا كرامه لا شرف، لا شرف. دونك حنا ما نتقارنوش معاكم. نورمالمون كنا ما يشهد اليوتيوب والواحد ما نديروا لكمش قصه، خلاص حنا رانا بعاد عليكم بسنوات ضوئيه. انتوما ما زلتوا تطالبوا في حقوق العيش، في حقوق الاكل، في حقوق البطن، البطن. دونك حنا رانا بعاد عليكم، بعاد 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 بعاد. علاه ما خرجتوش تروحوا تطالبوا على حقوق المساجين اللي قده نسناهما ظلما وبهتانا، ظلما وبهتانا في المساء في السجون تاعكم، العائلات تاعهم تعاني. علاه ما رحتوش تطلبوا بحقوق الناس هادو وخرجتوا تدافعوا على ميمي، ميمي اسمهم الاعلام الاسرائيلي فضحوا من بكري، ما يفضح فيه الاعلام الاسرائيلي. الفرنسي مقزمو ويحكي عليه بواحد الطرق ما عندي ما نقولكم، تردوش على هادو خلاص. في الدول العربيه مرخصينو، في العالم بكل عارفين واش معناتها ميمي، وين كيروح لوروب وين يصاروا هذيك. وانتم كشعب على بالكم وتحكيوا عليه في المقاهي المغربيه تاعكم، المقاهي تاع المغرب نورمال. بينما حصه ويلو هضروا واقع بضحك بطريقه هزليه، نخليونا نضحكوا. كليتوا بعضاكم وخرجتوا للبنين، بنان حنايا رانا نطفصوا فيه، وبلادنا راهي منتجه تاع الموز ويتصدر في الموز، يتصدر في الموز. الله يهديكم يا المجاعه اللي تحكيوا غير على قروشكم، يا الجيعانين يا اللي ما عندكمش كرامه. ومن هنا نقول للملك تاعكم الله ينصروا فيكم، خطرش ثم الشعب ما عندكمش كرامه، هو فايق بكم ثم تدافعوا عليه رغم محنكم، رغم الوضعيه تاعكم، رغم الدل، رغم الدافع تهضروا عليه تدافعوا عليه، ثم ما يحسبكمش كبشر. بينما في الجزائر امر اخر، الاحترام للشعب الجزائري وكلمه الشعب الجزائري اللي تجوز. والرئيس تاعنا هذا راهو مفخره للشعب الجزائري، والحمد لله على الجزائر الجديده اللي راهي قاعده تبني في الجسور تاعها بينها وبين الشعب وبرضايه الشعب الجزائري. اقفلوا فمكم يا المراركة، ومهما يكون ما نقولش المراركة بكل، وقبل ما تبداو تحكيو وتعلقوا وتنشروا بالكذب تاعكم وتاكلوا فينا وهشتوا على الجزائر والجزائريين، روحوا شوفوا القنوات تاعكم اللي عندها سنوات سنوات وهي تهين في الجزائريين وتهين في الرؤساء تاعنا، وتصورهم باي صفه، بكل الصفات، بكل الصفات. ما علقناش وما خرجناش وما درناش التطبيل والتزمير. توما شعب بكاي، شعب يحب يبكي منه ضعيف، عنده موهبه في البكاء، في البكاء والدل. وعلى هذيك تبقاو دليل طول عمركم، وراح تبقاو هكذا مقموعين، وزيد تجيكم فئات اللي كاينه ديجا، وراح تزيد تجيبها زيد تدلكم وتخليكم شعب مدلول، شعب. وحاشا حاشا المراركه اللي عارفين قدرهم وعندهم كرامه، كاينين وكاينين وكاينين. فهمتوا يا ابواق الميزيريه، الجزائر بعيدة عليكم، ما تقدروش توصلوا واحد من الجزائريين يا أبواق الميزيرية. اللي ما نتكلمش على الزبخ ماروكان، اللي فاهمين 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 وضعيتهم مليح، ما نهدرش عليهم وعندهم كرامتهم.
ومنهم الناس اللي في السجون، في السجون اللي طالبوا المعيشة تاعهم تتحسن، صبحوا في السجون، في السجون مساكن. اي بان نقول فيف لا ليبرتي ديكسبريسيون اون الجيري، والحمد لله والحمد لله والحمد لله. ورانا فرق، فرق شاسع واسع، وعمركم ما توصلونا عليه. انتم ناس كذابين، كذابين عايشين بالكذب وبالسرقة. ولذلك اطلقت عليكم تسمية لي مالونات، يعني عديمي الشرف. صافا هكذا، هيا خليكم على خير. نقول لكم لي زاجيريان بونجورني بونجورني بونجورني. وهذه طريقتي انا في الدفاع على بلادي، كي نشوف دي فيديو باغاي، كي نشوف دي فيديو باغاي، وما تقدروش ترجعوا لوراكم وتشوفوا حكايه ضربني وبكى وسبقني وشكى. انتوما ادل 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 من هذا المقوله، فهمتوا؟ خليكم على خير لي زاجيريان، نقول لكم بون كوراج، وامنا كبير في بلادنا، ربي يحمي بلادنا من هذا الصنف، وربي يبعدهم علينا المدلولين. احنا نحتاجوا الناس اللي يدافعوا على كرامتهم، ما نحتاجوش الناس اللي يرفعوا العالم. وعاشر الملك وهو كرامته ما كانش في بلاده. هيا خليكم بونجورني، بقاو على خير.